وكل ولد برضه شهيد. انا في البدايه عايز احيي راسنا كلنا الست المصريه استاذه والاخت والزوجه، ان شاء الله هتكون كتف بكتف مع رجالتنا ومع شعبنا ان شاء الله يوم 26 و27 28. احنا في الاربع سنين اللي فاتوا يا جماعه عملنا يعني ثبتنا اركان التاولة في جيشنا وشرطتنا اللي لازم نحييهم من قلبنا، الجيش والشرطه نحييهم من قلبنا. وبحيي الاجهزه سواء المخابرات وامن الدوله، ما بحبش اقول امن الوطن بقول امن الدوله، وفعلا اسمع علشان جيشنا العظيم في سيناء وشرطتنا والامن والامان اللي احنا عايشينه. في الفترة الأربع سنين سبتنا أركان الدولة، لأن البلد كانت مخطوفة. يعني اسمحوا لي إن أنا من الصوت أنا أصلا جدا من اللي سمعته ومن اللي شفته ومن اللي سمعته من الرئيس النهاردة، بكينا كلنا. فالرئيس عبد الفتاح السيسي مننا وإحنا منه، بلدنا كانت مخطوفة ورجعت لنا تاني. عشان كده لما الرئيس قال مش عايز تقولوا ان احنا بنعاني، لا احنا بنينا وعمرنا بلدنا.